ترمينال الاس، يعني باخر صف مدرسه. الاس اكثر هو بيولوجي، بينما الاس جي هو اكثر ماث اند فيزيكس، والاس او هو اقتصاد وهالقصص. احنا ثلاثه هيك. وفي الاش، وفي الاش الادبي. صحيح، احنا اربعه قسم الادبي. نحن مدرستنا ولا يعني ما كان فيها الاش، فما يعني نسيتها هلا لاحظته. فالاس جي كان مات بركز على المات فيزيك، الاس في على البيولوجي، الاس او على الاقتصاد والاجتماع. نحن فتنا اس في بيولوجي، بس هن خلال المدرسه وخلال الفحوصات الدوليه درسونا البحور، يعني البحور، البحر الوافر، البحر الكامل، البحر الطويل، الشعر، بحور الشعر، درسونا اياهم كلهم. ماري ظهر شاطرة مرة وهيك. شفت قصد ماري شاطرة مرة. انا شو يعني، شو قصدك، شو قصدك، انا شو يعرفهم لبنان. ياس، فهيك يا حلوين انه نحن يعني نحن كن مجبورين ندرس البحور، الزامي الزامي، عشان كان عنا فحص وكان يجي عليهم 3 علامات من 20 البحور، 3 علامات من 20. فأنا كنت كنوا محرزين إنه هيك بونس إن our pocket 3 points. كان يجينا تحليل الناس، عرب، شو عرب اللغة العربية، تحليل الناس عرب، بحر، إن نلاقي البحر شو نوعه ونجزقه ونحركه تحريك كمان. أنت بعد ماري كنا مسؤولين عن التحريك، ذاكرة كان دايما يكون في تحريك كمان للشعر وللنص. وآخر شيء تعبير كتابي، هيدا امتحان العربي كان. كنا خلاص خلينا نقول تشيز تشيز بتكون رامي وينه. كان تحكي رامي. اوكي، اخذت تشيز. مين قلته تشيز؟ اخذتها هيك شي نحنا، بس مش متعمقين فيها، بس رؤوس اقلام هيك شي. نو نحنا عم قلنا فيها، عم قلنا فيها يعني فاتوا تحريك وتجزيق ومفعول مفاعيلهم. كتير يعني فاتوا فيها. فتطلع عبالي اعرف غير انه برا كيف نظام التعليم عن جد. قلنا نحن غام عم يحرقونا اصلا عادي. ولا حسستوني انه عم ندرس كتير، درسنا كتير، عبارة عن لعب بس. نحن كانوا يكسفونا بالمدرسة، كانت المدرسة اصعب من الجامعة. كانوا يرسونا كتير، كانوا هومووركس، five homeworks, 2 exams، هيك شيء. وكتير يعني قصف جبهة. الأستاذ يجي يقول لك عندك امتحان، أنا عندكم امتحان بكرة بهذا الشابتر وهذا الشابتر وهذا الشابتر. يكون فجأة هيك فجأة يجي الأستاذ اللي وراه وعندكم امتحان، عندكم بكرة امتحان هذا الشابتر وهذا الشابتر، بس عندنا امتحان بغير مادة كمان. ما خصني، ما دخلني. وشو انتوا لازم تكونوا دارسينها من قبل، لازم تكونوا دارسين يومية دراستنا. وبيجي استاذ تالي تعنكم فرض هرقم 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 هرقم، بقاش بيسكت. نحن we be like فيس school wasn't the best thing. ويني ليلي عليكم. شو عن جد ليلي، شو قلت؟ دراستنا أصعب عن جد. I don't know. Here in Lebanon it's برش like ما بعرف. حتى الجامعة اللبنانية بيعطونا more infos عن اللي عايزينهم. way more like I'm a nurse.